كي اللي كيجي عندك بعقليه ما باغيش فلوس، بغى يعطيك 2 مليون ديال الدرهم 200 مليون وصافي. ولكن راه كون اكيد انه في العشيه غيتصل بك، الو كتب على داك بوزبال، كتب على هذاك، طر على هذاك، بدا يسير فيك كل كلب. غنسولك شنو مصدر الدخل ديال الاعلام تي؟ الاشهارات. اليوم الاشهارات ولي كونفونسيون اللي عندنا. كيفاش اشهارات؟ وبزاف ديال الاشهارات وما كنمدش شنوهم يدي. كيفاش اشهارات؟ الا ما اتصلتش بشي واحد وقال لي اشهارات مثلا كندير كونفونسيون مع واحد الوزاره معينه، أيه. ايطال برودكسيون. انا بعدا باش نقول لك الاعلام تي في والله خير كنصرف عليها من شركه اخرى ديالي اللي هي الانتاج. عندها شركه الانتاج واحد الطاقم ديالها بوحدو، كنمشيو كنخدموا على لي كونفونسيون في البرودكسيون. مازال ما وصلناش للثقافه ديال ان خصنا نعطيك الاشاره حيت ساهل، لا انا نعطيك اشاره باش ما تكتبش عليا، انا نعطيك اشاره باش تسكت، انا نعطيك اشاره. هادشي اللي عندنا في المغرب مازال ما وصلناش ديك المساله ديال انه يعطيك اشاره حيت من حقك تاخذ اشاره، ولكن الا درتي شي حاجه نزل عليك ونقول الحقيقه عليك. اليوم واحد الشركه معينه دايره عندي اشاره ملي كتبت واحد المقال معين نزلات قالت لك لا وحيد داك ولا صافي. ايوا اي واحد يتعيط لك يقول لك حيد لي الفيديو، حيد الفيديو ديال الفيديو. انا هادشي اللي غابت منه، انا مؤسسه ديالي الحمد لله كنشتغل فيها مع ناس صحفيين وايكيب. ما بغيتش ممول اللي يجي عندي غدا ويقول لي انا راه كيجي عندي ممول ويقول لي شوف اخي اصراف انت يلاه بادي مؤسسه ديالك اعلاميه وقانونيه. هذا السؤال بغي نسولك. قانونيه هذه مؤسسه اعلاميه قانونيه بالملائمه ديالها بالتراخيص ديال التصوير ديالها القانوني بكل شيء قانوني. واجد كلها واجده. كيجي عندك شي واحد تيقول لك اخي اصراف انا بغي نخدم معك شكاره يعني فلوس انا مولك. هي سير باش من عقليه غتمولني باش غدا تقول لي اكتب على هذا ونقص هذا وما ديرش هذه وما ديرش هذه، ولا تمولني بحجه تعطيني مليون ديال الدرهم وغدا جاو عندك اشرف، جاو عندك اشرف قالوا لك نمولك. كاين ديما كاين موضوع ديال البارون مخدرات المالي. اليوم راه كاين جوج مستقبلا غيتم التحقيق معاهم، راه كاين رئيس ديال جهه معينه وكاين رئيس فريق وبرلماني، ما ذكرتش كاع شي حاجه. الفيديو الثاني قلت فيه هاد الناس هادو وذكرت اسم ديال واحد الفريق اللي هو الوداد البيضاء وذكرته وقلت شفاش ذكرته؟ انه من العيب والعار الحصر ديال الفريق الوداد البيضاء في هذا الموضوع. فريق اكبر بكثير من اننا نقدروا نحشروا سميتو في هذا الشيء وقلتها. حيت معظم داكشي اللي دار ما تفرجوش في الفيديو، غير سمعوا واحد الباج كيتيقوا فيها ديال الوداد واش شوف عمر الله اش كدير وتيتيقوا فيها خرجت ديك الاسبين بات لهم بانني حاطط صورتي وكاتبه شي حاجه راه غيبارطاجي ولا غيكتب لك شي كلام. اما الحقيقه لما مشيتي تمعنتي في الفيديو بالعكس انا كنت كنتسنى واحد الدعم كبير من جمهور الوداد عكس انهم يقدروا يهاجموني، والحمد لله داكشي اللي لقيت في الشارع. ودير لي عقوبه بديله في, 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 في النفقه الزوجيه. كتجي عندك المراه كتقول لك انا راه ولادي هاد السيد هذا ما بغاش يعطيني الفلوس، إيه لا لا شنو نديروا ليه؟ صافي سيري حنا غنجيبوه. كتمشي كتشد الراجل هو ما خدام ما ردام هو مطلق حيت ما عندوش الفلوس، طلق حيت ما حنا اسره فقيره عارفه عقليه كي دايره، ولد 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 ما كيقدرش خرج من الخدمه، ها هو مريح في راس الدرب ولا مريح في قهوه، المراه طلقات مشات هي والولاد لدارهم، دفعات عليه النفقه، نفقه جمعات عليه واحد الفلوس ما يقدرش عليها، جاو البوليس غادي يديه، غادي يقدموه عند وكيل الملك غيمشي للحبس، والزوجه ديالو اش كيقولوا لها؟ صافي لا لا سيري في حالك راه دينا للحبس، ديتيه للحبس كتخسر عليه واحد 70 درهم في النهار، ضربه انت في 30، شو واحد الفلوس اللي غتعطيك كتخسرهم على ذاك خينا اللي دخلتي هاكله وشرب، شنو درتي؟ والزوجه اش قلتي لها؟ سيري الزنقه انت وولاد قلبوا فين تاكلوا. الشباب السلام عليكم، مرحبا بكم في تتمه ديال الحلقه الاولى اللي كنا صورنا. هذه الحلقه هذه غنقصوا فيها بزاف ديال المواضيع شائكه كتهم المجتمع المغربي في شكل عام. الضيف ديال هذه الحلقه هذه عنده واحد الجراه في الهضره وعنده واحد المصداقيه تاع هي جراه ومصداقيه بعض المرات ما كيتلاقاوش. سي اشرف مرحبا بك. الله يحفظك. راك ماشي براني. الله يحفظك لالا يخدم. الحلقه الاولى كنا دوينا على بزاف ديال لي سوجي داكشي انتشر حتى شي حاجه بحال هكا راه قليله الظهور راك عارف يعني صعيب باش نقدر ندوز حوار ولا بودكاست، ولكن ملي كيكون شي واحد صديق ديالك كتحس براسك بحال جاي مريحه في قهوه وداكشي كيصور شي واحد ما يمكنش تقول هادشي هذا في الفيديوهات اللي كدير انت ولا يعني كيخرج منك شي حاجه جديده. في هذه الحلقه سيدي غادي نناقشوا بزاف ديال المواضيع. العقوبات البديله ولا كما كيسميوها العقوبات البديله. خو بالك انا راه ناقشنا المساله ديال العقوبات البديله قبل ما في الاول الحلقه الاولى ناقشنا في العقوبات البديله وقيله. لا انت كنت قلتي بان راه كاينين واحد الحوايج جايين لقدام منهم مساله العقوبات البديله. هي الوغ كو ما كانوش طرحوا كاع في البرلمان ديك الساعه. لا كانوا مازال يلاه كيتناقشوا في اللجان وكانوا مازال مشاريع قوانين ومازال افكار، دابا ولات راه المصادقه على مجموعه ديال الاشياء دازت. طبقوا. دابا دازت في صفقات على بعد اللجنه واحد الفصل كيقول لك على ان السجناء اللي دوزوا الثلثين ديال العقوبه السجنيه ديالهم من حقهم يستافدوا 15 يوم عطله يخرجوا فيها من اجل انهم يديروا اسره يكونوا عائله يديروا اللي بغاو. يعني ولا السجين انت موظف تقدر ما تاخذش كونجي اللي يقدر ياخذوا السجين.
السجين عنده 15 يوم راحه، يخرج من السجن راحه يشوف وليداتو يكون اسره يدير اللي بغى، فما بالك الموظف مسكين تيقلب على كونجي ياخذو ما تيلقاش. عطاو مبالغ ولا ها؟ واش عطاو مبالغ ديال بحال دابا عام يمكن لك تشريه بهاد القيمة هادي؟ لا ما عمرو غيعطيو المبالغ، علاش؟ يقدر انا يقول لي القاضي يحدد لي مثلا، يقدر يحدد لي القاضي انا مثلا ب 600 درهم النهار، 600 درهم النهار على مدة عامين، بقات لي هي خصني نخلص 600 درهم النهار على مدة عامين، وكاين اللي غيحددها لي في 100 درهم النهار على حساب القاضي، فهمتي؟ هذا المشرع خلاها مفتوحة، ملي كيقول لك من 100 درهم حتى 2000 درهم ولا من 100 درهم حتى 3000 درهم، هذه كتبقى مفتوحة. قلت لهم الاعتقالات الفاسدين كاينة هنا، والتفكير في إعفاءات الفاسدين من هنا. ها أنت كتعتقل الفاسدين، برافو. وكاينة النيابة العامة خدامة الحمد لله، الفرقة الوطنية حتى هي، بديت على السلطة القضائية الأحكام ديالو حتى هو كاينين، ولكن راه كاينين ناس أخرين كيضربوا هذه الخدمة هذه كلها في الزيرو، علاش؟ حتى تفكر هاد السلطات بثلاثة بهم ولا بأربعة بهم اللي كيفكروا يعتقلوا أن الفاسدين، أش إحنا المشرعين اللي صوتوا علينا المغاربة وعندنا التشريع في يدينا، نفكروا كيفاش نخرجوا أصحابنا أو نفكروا كيفاش نخرجوا هاد الناس. حيت شنو كتعني ليا بالعقوبات البديلة؟ كتستني أن داك الشيء اللي محتاجينه المغاربة في العقوبات البديلة، وكتفكر ليا شراء السجن. أنا عندي واحد الوراق قداك في الدار ديال مشاريع القوانين، ولكن ماشي قانون، غير مشاريع قوانين مشاريع تنقراهم دايرين هما مجموعة ديال العقوبات ما غتستافدش من هاد الأشياء. هذا كاين مجموعة ديال العقوبات السجنية، هذه هضرة أخرى، يعني هذه هضرة أخرى، سرقة المال العام، يعني كاين بزاف د الأشياء، ولكن هادشي واش غيتطبق؟ واش غير ما غنلقاوش ليه شي تخريج؟ هذا هو المشكل. واش غدا ولا بعدو ما غنلقاوش شي تخريجة بشي تعديل؟ ما كاينش في المغاربة ملاهيين مع شي حاجة وندوزو شي تعديل، وهاك أرى برا الفاسدين كلهم خارجين برا، فهمتي؟ بصح بصح غادي نديرو شراء السجن للناس اللي فعلا خصهم يشريو إياهم، فهمتي؟ ما غاتطبقش على الطبقه الفقيره هذه، السوق عليه محكوم عليه واحد بشيك، تحكمتي عليه بالاكراه البدني 3 شهور الحبس، دوز منا 15 يوم جاب الفلوس، لغي الحكم، لغي الحكم، عطيه البراءه، وعطيه البراءه، عطيه البراءه، صعيب هادشي صعيب. اما الا كنتي تلغي الحكم وتخلي ليه العقوبه السجنيه ديالو وهو جايب الفلوس، راه هنا اللي كنخرجوا على الناس، هنا اللي كنخرجوا على الناس، حيت اعاده التاهيل ما عمرنا نجحنا فيه، ونكونوا واقعيين. كيدخل الانسان السجن بشيك كيخرج مجرم، دائما كنلقاو مشاكل ديال ان السجناء كيدخلوا حاجه وكيخرجوا ليا حاجه اخرى، كيدخل لك مثلا على النفقه الزوجيه ولكن كيتكون كمجرم، علاش؟ حيت مازال تما وصلنا في اطار في وسط الزنزانه كما خلاوها المصريين، وسط البيت اللي كيجلسوا فيه السجناء، كتلقى واحد داخلي على شيك مريح حداه واحد الشومبر قاتل روح، حداه واحد تيبيع الحشيش، حداه واحد ضارب الضرب والجرح، دا واحد في النصب والاحتيال، كيتكون في مدرسة شاملة الأركان في الجريمة، كيخرج هو هذاك، هو داخل على شيك، يعني خلفية مجرم ما عندوش، هو دخل تكوان، هو خرج مجرم، دخل على شيك ونفقة زوجية أو شيء من الإكراه البدني، هو خرج ليا عاوتاني كمجرم، عنده خبرة في السرقة، وعنده خبرة في النصب، وعنده خبرة في القتل، وعنده خبرة، يعني تكون، يعني ما ناجحينش في إدارة في إدارة العقلية ديال السجين، وملي كتجي أنت وكتقول لي شراء السجن وشراء العقوبة السجنية، شكون اللي غيستافدوا منا؟ ياك انت علاش درتي العقوبه البديله شراء السجن؟ علاش؟ شو السبب؟ باش تخوي السجن من الناس، تحيد الاقتضاض ياك؟ شكون اللي عنده الفلوس يشري؟ الناس اللي عندهم لاباس عليهم، شكون اللي عندك في الحبس 90% اللي في الحبس اليوم؟ فقراء طبقه 1% غادي تستافد من هذيك، شكون هما الاغنياء؟ يعني هذه عقوبه بديله ديال واحد الناس اللي هما قلالين عندنا في الحبس وما ضارين الناس، اللي ضارين هما اللي كثار واللي هما في الطبقه لتحت، اللي خصنا نلقاو لهم عقوبه بديله حقيقيه، واننا نكونوهم، واننا نعطيهم واحد الفرص اللي فعلا الفلوس اللي كتخسر على الادماج السجناء تخسر في الحق والحقيقه، ما تبقاش غير تطلق في الفلوس من هنا ومن هنا ومن هنا والناس خارجين لينا، ودير بعدا انت دير تبديل العقوبات في الاكراه البدني، دير لي عقوبه بديله في, 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 في النفقه الزوجيه، كتجي عندك المراه كتقول لك انا راه ولادي هاد السيد هذا ما بغاش يعطيني الفلوس، إيه لا شنو نديروا ليه؟ صافي سيري حنا غنجيبوه، كتمشي كتشد الراجل هو ما خدام ما ردام هو مطلق حيت ما عندوش الفلوس، طلق حيت ما حنا اسره فقيره عارف عقليه كي دايره ولد 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 ما كيقدرش يخرج من الخدمه هو مريح في راس الدرب ولا مريح في قهوه المراه طلقات مشات هي والولاد لدارهم دفعات عليه النفقه نفقه جمعات عليه واحد الفلوس ما يقدرش عليها جاو البوليس غادي يديه غادي يقدموا عند وكيل الملك غيمشي للحبس والزوجه ديالو اش كيقولوا لها صافي لا سيري في حالك راه دينا للحبس ديتي الحبس كتخسر عليه واحد 70 درهم في النهار ضربه انت في 30 شو واحد الفلوس اللي غتعطيك كتخسرهم على داك خاينه اللي دخلتي هاكله وشرب شنو درتي؟ والزوجه اش قلتي ليها؟
سيري الزنقه انت وولاد قلبوا فين تاكلوا. علاش ديك 70 درهم انا في العقوبات الباديه اللي تكون عندك ديك الشاجعه وتخرج تقول لي شوف السريف انا 70 درهم نعطيها للزوجه ديالك في النهار، عطيها انت 50 درهم في النهار، 1500 درهم كافيه، 1500 القاضي وما تخرجهاش لك تعطيها للمرت، اعطيها ليها وقول لي شوف صرت قلب على خدمه ولا قلب لي على خدمه ولا لقيتيه ما عندوش غيدير. وكتصيفطو بواحد 3 شهور كيخرج وتعاود تصيفطو بثلاث شهور ولا شهر ويعاود يخرج، شنو عنده؟ شنو دابا كيبقى يدخل حتى كيخلص النفقه؟ تيبقى يدخل ما عندوش شنو يدير؟ ما عندوش يبقى ديما يدخل فين ما تمشي تشكي به تجمع النفقه واحد 3 شهور 4 شهور كيمشي عاوتاني هو يدوز عليها حبس. دابا وها العقوبات البديله اللي فكروا فكروا في هذا الشيء. صعيبه 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 اليوم ولا التفكير بجهاده سي بوبو، عندك اصحابك بقى التفكير مقتصر على مساله ديال شريح بساك ولا اليوم راه عندك مجرم خلفيه ديالو غيبان درويش ولا شوف الامكانيات اللي غيقدر يقدم باش يستافد من انه يدوز نهارو كامل خدام وبالعشيه يمشي للحبس. اليوم تيفكروا لك كيفاش غيدي تبقى السيمانه كلها انت في داركم حتى الويكاند تمشي للحبس. شحال عندك الحبس شهر ديال الويكاندات؟ شحال عندك الحبس؟ لا ديال الليل نديرو شي بروغرام في العشيه. لا خويا راه عندي واحد الشهر ديال الحبس غندوزها كنمشي نبات فيه. واش شنو هو الحبس عندنا في دماغنا؟ حنا خصنا نعرفوا كمغاربه ولا كمجتمع ولا كعالم شنو الحبس عندنا؟ بحال سلب الحريه، بحال كيتنورماليزا في واحد الطبقه، فهمتي؟ واحد الطبقه صافي يعني العقوبات البديله باش بنادم غيعول على خزيت، فهمتي؟ اللي سرق مليار غيسرق جوج، غيضرب مليار وغيشري حبسه مليار. صافي معقوله هضره معقوله صافي. اما الفقراء اللي عندنا الطبقه اللي عمرها السجون هما الفقراء، ما غيشري من عندك حبسه، ما غيش هو عنده حبس حسن ليه هو اصلا من 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 برا، هو كيدخل وكيدير العوده السريعه وسرق البنت على العوده السريعه. حل بعدا مشكل ديال العوده السريعه عندك في المغرب اللي عندك واحد الوتيره فيها خياليه. العوده السريعه بعدا حلها، حل مشكل ديال العوده السريعه باش تحلها. كيخرج لازم السجين كيكمل الشهر، السجين كيولف علاش؟ السجن ما كاينش كتوفر ليه كل شيء باش يرجع، فهمتي؟ ولا والتكوين ما كاينش، ما عندناش التكوين في السجون. تنقول لك انا واحد جالس ما كيستافش كاع وقيله من الاستراحه ولا ماشي اجي نقول لك علاش ما يخرجوش يخدموا في الطرقان البني... في البنيه وخلصهم كاع مالك. هذا المشروع هذا ما عمره ما تطرح. فين يتطرح هذا؟ كيطرحوا ما شري حبسك، اجي تشري حبسك، شكون اللي غيشري؟ الله اعلم. دير لهم تما فكره زوينه هذه، ودير لها درهم في النار الفقير يقول لك لا فين نخرج انا؟ كاينه في مصر ميريكان، كاينه في ميريكان، ياك دوله متقدمه ومتحرره ومنظمه حقوق الانسان كتواجد فيها كاينه. دوينا على الحبس، عندك الدراري ديال غنقول سمي الفكره وبزاف ديال البرنامجات اللي كانوا داروا وتطرحوا على الشباب وتلونساو فيهم، كاين اللي انفيستا، كاين اللي كرا محل، كاين اللي مشى شرا ماتيريال بالملايين، هادي هذا ولقاو راسهم ما ما خداوش دوك الفلوس في ذاك الوقت، ولو في كريدي ولو في سيزي ولو في حبس ولو في محكمه ولو. انا غنقول واحد الفكره واعره، شفت واحد السيد معاك في فيديو؟ داك السيد داز معايا مسكين في فيديو وغادي يخرج لبرا قريبا، كتعيط لي واحد المؤسسه ما كيعرفهاش كيقولوا لي شوف الملف ديالك حنا رطحنا عليه، راه عطاو لينا واحد المؤسسه معينه، المشكل ديالك معنا حنا غترجع لينا 18 مليون ولا غادي تمشي للحبس. كيهددوه بتهديد هكذا. هو في الاول على حساب القول ديالو هو كيقول لك انا ما قالوش لي غنرجع الفلوس. هاد الفكره تابعه لافريقيا ديال 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 المحروقات. اسمح لي باش نفهمها اشرف، هاد 18 مليون منين خداو؟ خداها من عند هو كيقول انا عطاتها لي ديك الف فكره، برنامج الف فكره. في الاول ما قالوش لي بانهم راه يمكن لنا الفلوس نرجعهم، قالوا لي غنمولوا لك المشروع وغنديروا، وعطاوهم شي 15000 درهم مع 20000 درهم قالها في الفيديو، عطاوها لهم وداهم سكنوهم في مراكش واحد لوطيل وداروا لهم تكوين وكذا وهذه وهذه. جابوهم حتى نهار الفلوس على حساب القول ديالو، قالوا لهم جلسوا حطوا الفلوس قدامهم ويقول لها صنعنا كيمبيالات. غتسيني على الكيمبيالات. شنو هي الكيمبيالات؟ الكيمبيالات هو مثلا بحال قلتي مثلا كتعطي واحد لا فلوس عن طريق ضمانات، يعني حتى هما فلوس. كيمبياله واحد الورقه كتكون فيها مثلا 3000 درهم كتساوي 3000 درهم ديك الورقه، بحال الشيك بحال كيمبياله. هذاك كيمبياله عطاه لي 18 مليون فرقه في البلاصه. اسمع علاش؟ حيت الفلوس قال لك انا محطوطه حدايا والشيطان تيغر فلوس الفقر من كل جهه هكذا، بانوا لي الفلوس قال صافي، مع انه قال لك عارضت الفكره ديال انكم علاش ما قلتوش لنا هذا الشيء من الاول، مع انه يؤكد انه ما تقالش لي من الاول. وانت كنوجه رساله للمغاربه خصهم يردوا البال من هذه القضيه هذه ديال البرامج المدعمه. انا ما كنقولش ما تمشيش لهم، ماشي حتى هذه ديال واقيلا رئيس الحكومه ولا حتى هذه ديال الدوله ولا حتى هذه ديال الحكومه، لا قرا الكونترا ديال الكريدي شنو فيها. راه كيديروا لكم واحد الاشهار كبير كيقول لك غراتوي مليون غترجع بمليون، ملي كيجيو هنا كيكتبوا لك واحد اللعيبه صغيره ثمن الدوسي 20000 درهم،
كتجي انت كتصدم. اش كيدير لك هو؟ حتى تيحط لك الفلوس قدامك ويلعب لك على النفسيه ديالك ويحاصرك بالمشاكل الاجتماعيه ديالك، عاد تيقول لك لا راه تخلص واحد الثمن بسيط اللي هو 20000 درهم، حتى كتلقى راسك مجبر. ولا عاوتاني التامين كيقول لك لا هذا راه غير تامين الحياه وكذا، هو اللي كيتزاد عليك من داك الشيء. شحال هو؟ شي غير 200 درهم في الشهر، وهذيك 200 درهم في الشهر راه تاهي دخلتي في العقليه ديال الربا ودخلتي في عقليات اخرين ودخلتي. وحنا في المغرب مجبرين. هذا البرنامج داز في التلفازه؟ داز، ما عرفتش واش داز التلفازه ولا لا، ولكن عارف فكره كاينه فكره كيديروا لها الاشارات ديال شركه افريقيا، وهي اللي حولوها كاع للجهه ديال الفرصه. فرصه راه ماشي شي حاجه جابت بها الحكومه ولا شي انجاز جابته الحكومه، فرصه هي الفكره اللي كديرها افريقيا، وهي اللي ورطات مجموعه ديال الشباب دابا ومخلاتهم عاجزين انهم يقدروا يرجعوا ذاك القرض. راه ما كيبدعوش في الافكار، راه ما كاينش افكار في الحكومه الحاليه، والله ما كاينش افكار. باش نقول لك، فكره هي طبق الاصل الفرصه. فكره كتعطيك تتمول لك المشروع، الفرصه كتمول لك المشروع. هذه ديال شركه افريقيا وهذه ديال 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 الحكومه. جابتها السيده الوزيره ديال السياحه هي اللي دارت لها الافتتاح ديالها بزاف المليار في اشهار على ما اعتقد، او الله اعلم. الموضوع ديال الدبلومات المزوره، شوف هذه القضيه ديال الدبلومات المزوره، انا شفت شي حاجه وهضرت على شي حاجه وتحركات شي شويه الحمد لله بعض المؤسسات الامنيه في هذه البلاد، بناء على شي حاجه درتها انا ولا بناء على شي حاجه تحصلت عليها. شفت شي توقيفات على مستوى اكادير بتعليمات من النيابه العامه، شفت شي توقيفات كذلك في 16 وقيله ولا ما اعتقد دي شي دبلومات مزوره. كاين هذا المشكل هذا ديال مساله الدبلومات المزوره، بصح كاين وكيتطرح مشكل كبير، لا على مستوى الحرفي كما قلتي، لا على مستوى الماستر. وعاوتاني في الدار البيضاء عندكم كارثه هنا في داك الشيء ديال الدبلومات المزوره، ما نقولش السميه. المهم خاصه ما كاين غير عطي الدبلوم ودخل الحرفي حتى هو كيقول واش هذا الشيء محل سبا ماشي سبا وميكوافور. مساله سبا خصك تشهر لها، مشكل كبير القضيه ديال سبا، كلشي كيتشكى ما كاينش قانون كيأطر سبا. حمام مثلا، حمام ماساج لا ما عندوش قانون، بحال الشيشه ما كاينش ترخيص. غاتشي طرخ تقول للدوله تشي عند مقاطعه ولا مثلا الجامعه وتقول لها بغيت الترخيص ديال الصبا، ما كاينش. شنو هما الخطوات دابا اللي دارت الحكومه باب تجاه هذا الشيء؟ لا والو، كاين حتى خطوه. انا بعدا بدا المساله ديال الشيشه محمقيني، ما بغاش تدخل لي العقليه. ما كايناش اوتوريزاسيون، ما كاينش اوتوريزاسيون ديال الشيشه، ممنوعه الشيشه وكاينه الشيشه وكتباع في الساكه الشيشه وكتستخلص الاموال. هو سي جو طابا ديال الضرائب والجمارك ديال الطابا، ديال الطابا كاينه. انا كنقولها مساله الشيشه ياك بحال هكا، اعطي الناس يحل الترخيص ديالهم. غتقولي لا وانت كتسافر الفساد وكذا، هو سير اخويا سدهم ليا. هما كاينين محلولين، موضوع ديال الشيشه هما قهاوي محلولين. سير عندك القهاوي كل جهه فيها 1000 قهوه، مع لان راه كل مدينه فيها اكثر. كاينين في كازا شحال عندكم ديال قهوي الشيشه؟ تهبط غتخ واحد ثلاثه هنا، ثلاثه اربعه جوج هنا ياك. على الاقل نقول حنا 1000 ضربه لي خويا في 10 المليون. هما كاينين، راه ماشي ما كاينينش، كاينين. دير لي اخويا، دير لهم تهبط الدوله تقول لهم شوف الحكومه الفلوس، خصنا الفلوس في هذه البلاد، خصنا الفلوس. بغيتي ندوي على ودير لهم اخويا 10 المليون واش ما يخلصوهاش؟ كلشي كيبقى غير السايب، المال تيبقى غير سايب. هذاك 10 المليون بلاصه ما دا الدوله كيديهم بعض الفاسدين اللي كيهددوا دوك قهوه الشيشه انهم يجيو يسدوا عليهم، ولا انهم غنسكتش عليك واعطيني. بصح من الجار حتى للسلطه كيجيو. شحال من قهوه كيجيو كيخويو كلشي وكيمشيو وكيجيو. وعلاش اخويا الدوله ما تستافدش اخاي؟ علاش الدوله؟ علاش بلادي؟ علاش رزقي ما يدعش ليا؟ عطي الترخيص لحب الشيشه وعطيهم اعطيهم واحد 10 المليون والله تيخلصوها في العام. انا قلت لك غير 1000 ضربها في 10 المليون شحال تعطيك؟ انت دخلتي غير في الجهه ديالك واحد 10 المليار سنتيم غير من قهوه الشيشه. علاش ضيع؟ ديك 10 المليار علاش تمشي عند الفاسدين وتمشي تجيو لبعض؟ عطي اخويا تمشي للميزانيه ديال الدوله ولا حيدها. ارضيك فيها ثلاثه القطارات بوب، ثلاثة القطارات عندك اخي في الارض تزرع فيها القنديل، هاد ثلاثة القطارات غنستخلصوها غنقادوها غنعرفها كلها في غادة. دابا بوب صدر ثلاثة القطارات ديال الحشيش، تهنيت. شحال هذيك تي ثلاثة القطارات ديالك ما كنعرفوهاش حتى فين مشات؟ واش هبطات لكازا تشيكا؟ وصحاب هاد الاراضي هادو غيكونوا ولا واش هبطات ليه؟ ما كتعرفش. دابا عندنا كل ارض كتزرع ليا الحشيش كنعرفها شحال المساحة ديالها، مولاها فين غيدي داك الشيء، مين غيجي داك الشيء، عندنا التقنين ديالو. وعندنا الدوله خاصها تاخذ الضرائب ديالها على ديك المساله التقنيه. علاش؟ حيت غتكون مساعدات وتحفيزات باش طرف الدوله في هذه المسائل هذه. يعني الدوله ما تبقاش مربعه يديها في الحشيش، ما تبقاش تقول لك لا، لا غتدخل غتعاونك، تقدر تدخل عاوتاني في الجيل الاخضر اللي جايبه وزاره الفلاحه دابا عاوتاني في المساعدات. يعني تقدر بحال كتزرع الافوكا، بحال كتزرع البطاطا، كتاخذ مساعدات، غتاخذ مساعدات من عند الدوله. علاش؟ حيت انت غتخلص عاوتاني واحد الضرائب وداك الشيء. التقنين واعر. لكن نقننوا هنا نرجعوا للحشيش، نرجعوا للشيشه.
ما غنرجعوا للشيشة شنو غنلقاو؟ غنلقاو بأن التبغ في الميزانية ديال الدولة كاين كارو كيدخل عليك الفلوس. الميزانية ديال الدولة راه غتمشي في والكارو صح تيدخل البلاد راه بحال بحال الشيشة. كاين اللي ما بغاش يشد كارو باغي يشد شيشة غتمنعو أنت؟ راه بحال الشيشة بحال الكارو، هذا بغاش الكارو هذا بغا الشيشة، هذا بغا الشيشة هذا ما بغاش الكارو، بحال بحال حد الآن بحال دابا خلاو صحاب الشيشة في صراح مؤقت. لا ما خلاش صراح مؤقت، ممنوع الشيشة ممنوع. علاش كتبيع لي في الساكة؟ بزاف لا مول هذاك اللي كيشيش راه قال الشيشه المنع ديال الشيشه، المنع ديال الشيشه اليوم في المغرب باش الناس اخرين يستافدوا. والله هي اللي كاينه، ما كاينش شي مساله اخرى تقدر تدخل لي دماغي. بصح حيت كاينه مي كتقول مي كتكون ممنوع وما كايناش حتى حانوت محل، ما كاينش ما شي قهوه كتبيع تدير لي الشيشه، غنقول والله هنا وراح الحمد لله حتى واحد ما غيمشي للتهلوكه. ولكن حتى القهاوي كاينين وكتشوفهم بعينيك وما عندهمش ترخيص، بل اكثر من ذلك عندنا واحد في سلاف مارينا داير بانو على برا ديالاش ديال الشيشه، بانو على برا ديال الشيشه كيدير فيه الاثمنه. كاينين كاينين شي حوايج بحال هكا، وهذا زعما راه شخصيه معروفه. واخا غادي نقول لك شخصيه معروفه في المجال الرياضي، يعني مجال رياضي راه انسان اللي فعلا خصو يفرض واحد الاحترام غير القيمه ديالو هو، ما عطيش حتى قيمه لنفسه كرياضي ودير ديك مساله الشيشه ودير واحد البانو كبير على برا كيدير فيه الشيشه. هذا راه رياضي كبير في المغرب، عنده قهوه وشيشه على برا كاع. اجي نقول لك واش غيتم العقوبات؟ طراو بزاف ديال الحوايج هاد الايامات، واش في نظرك غيتم حيت الاعتقالات زعما الاعتقالات المشكل ديال الدبلومات؟ اليوم كتلقى ان وزاره الداخليه 137 منتخب بيناتهم 43 رئيس ديال الجامعه سحبات اليوم الداخليه الباسبورات ديالو. 130 منتخب 137 منتخب منهم 43 رئيس جامعه الداخليه سحبات لهم الباسبورات ديالهم. علاش مسدودين هاد الناس؟ فساد اداري وفساد مالي، اختلاسات الاموال العموميه، اش غيكون مسدود؟ فاس فين جي هاد؟ دابا فاس المغرب كله، المغرب كله فاس. جوج البرلمانيين اللي غيمثلوا دوك المناطق نفس المنطقه، جوج البرلمانيين في الحبس. هذيك فاس بعدا ناقصهم غير تعتقل شي ممثل ديال السلطه ويبدا يديروا الدورات من السجن، 11 معتقل مع 13 معتقل، العرقله ديال ديك المدينه اليوم. وزاره الداخليه اليوم راه يلا شفنا الاعفاء ديال المبديع شوقتاش تشد، دابا راه شفنا تعفى مبديع من حيدوا ليه الجماعه وغتكون انتخابات في 9 الشهر الجاي واقيلا على حساب 9 نوفمبر ولا مع 3 نوفمبر غيكونوا انتخابات ديال فقيه بن صالح. صعيب شويه صعيب بزاف. انا فرحني ملي كنشوف اعتقالات بحال هكذا كنقول اون موا بدا كاينه شي محاسبه، كاينه المحاسبه، راه المسؤوليه بالمحاسبه كتبدا هنا. ولكن ملي كتجي تشوف ان شي مؤسسات الاعتقال، انا اليوم كنسمعوا الفرقه الوطنيه عاوتاني كتحقق مع بزاف ديال الناس. مدوين على برلمانيين وهاد الجهات هادو اللي ماشي تعتقلوا ولكن المهم تحزلوا لهم الباسبورات. كاين واحد كاين موضوع ديال البارون مخدرات المالي، مساله البارون مخدرات المالي. شوف انا كندير واحد الفيديو، ما درت فيديو هضرت فيه في الاول قلت فيه بانه باقي الله جبت الاخبار وعطيت المغاربه وعجبهم الحال وقلت لهم شوفوا راه كاين حنا راه الدور ديالنا هو كشف الحقيقه. درتي روينه ناط روينه ناط روينه لا قبل ما تنط روينه قلت لهم راه كاين جوج مستقبلا غيتم التحقيق معاهم، راه كاين رئيس ديال الجهه معينه وكاين رئيس فريق وبرلماني ما ذكرتش كاع شي حاجه. الفيديو الثاني انت درت بحث ديالي. اسمح لي اشرف كنت قلتي السميات انت لا باقي سميت في الفيديو الاولاني، الفيديو الثاني اللي قلت فيه السميات حيت جا في اطار بحث عندي بحث قلت فيه هاد الناس هادو وذكرت اسم ديال واحد الفريق اللي هو الوداد البيضاء وذكرته وقلت شوف اش ذكرته انه من العيب والعار الحصر ديال الفريق الوداد البيضاء في هذا الموضوع. علاش؟ لان الوداد اكبر بكثير. انت ما كنتش كتستنى كاع داك الشيء. ما تفهمش بالغلط عند الناس ديال الوداد، ما كنتش كتستنى انه يلقى هذا الصدى هذا وفرحت بزاف حكم انه هذا الشيء هذا هو اللي كيحرك. انا راه ما تاثر فيا داك الشيء حيت فهمت ان هاد الناس اللي داروا ديك الحمله عليا وداك الشيء موضوع ديال الناس مشجعين ديال الرئاسه مشجع الرئيس حيت باينه ماشي غرور ديال الفريق واخا تكون فهمتي يمكن فهمتي واحد كيجبد تصاورك عائلتك وبالعكس خرجت باش نبرؤوا من الاتهامات اللي جات عليه مود هادي وهي كتحط عليه واحد 3 ولا 4 سنين كتخرج وداد لا علاقه له بالموضوع. فريق اكبر بكثير من اننا نقدروا نحشروا سميتو في هذا الشيء وقلتها حيت معظم داكشي اللي دار ما تفرجوش في الفيديو غير سمعوا واحد الباج كيتيقوا فيها ديال الوداد واش شوف عمر الله اش كدير وتيتيقوا فيها خرجت ديك الاصبين بات لهم بانني حاطه تصويرتي وكاتبه شي حاجه راه غيبارطاجي ولا غيكتب لك شي كلام. اما الحقيقه لما مشيتي تمعنتي في الفيديو بالعكس انا كنت كنتسنى واحد الدعم كبير من جمهور الوداد عكس انهم يقدروا يهاجموني والحمد لله داكشي اللي لقيت في الشارع
ولكن ما لقيتش موقع التواصل الاجتماعي حيت داكشي باش ما تحط صورتك واحد وكلي سبونسوريها واش هذا جيب كاع سخيتها لدرجه انك سبونسر باش دافع على واحد الشخص دافع على الفريق. انا ما كنشوف اللي كيدافع في هذه المساله بالعكس راه كيضر الفريق. انا بالنسبه لي كنحماق على داك النادي وكيعجبني بزاف غير اليوم التاول ديالو للنهائي راه الفرحه ما قداتنيش كاع جاي في التران وما يطلعوا ولا كنتفرج فيها دخلت عندكم هنا وانا كنتفرج في صح صح علاش حيت فريمون بغيت داك الفريق يحقق انجاز حيت هو شوف بجميع الحالات على المستوى الخارجي الوداد هو اللي كان فرحنا هذه المده هذه سيري عاوتاني الا جيتي انت كصحفي كيفرحنا في المستوى اسمح لي اشرف الا جيت نقول لك انت كصحفي لا ما تدويش على هذه ولا ما تديهاش ودابا ولينا اللي هضرنا عليه بغى يهدك في العباب صعيب شويه راه ما يهدرش عليه بدا يقول لك انا نتابعك صعيب يولي اي واحد يتعيط لك يقول لك حيد لي الفيديو حيد الفيديو ديال الفيديو انا هادشي انا غابت منه انا مؤسسه ديالي الحمد لله كنشتغل فيها مع ناس صحفيين و ايكيب ما بغيتش ممول اللي يجي عندي غدا ويقول لي انا راه كيجي عندي ممول ويا شوف اخي اصراف انت يلاه بادي المؤسسه ديالك اعلاميه وقانونيه هذا السؤال باغي نسولك قانونيه هذه مؤسسه اعلاميه قانونيه بالملائمه ديالها بالتراخيص ديال التصوير ديالها القانوني بكل شيء قانوني واجد كلها واجده كيجي عندك شي واحد تيقول لك اخي اصراف انا بغي نخدم معاك شكاره يعني فلوس انا مولك هي سير بشنو عقليه غتمولني باش غدا تقول لي اكتب على هذا ونقص هذا وما ديرش هذه وما ديرش هذه ولا تمولني بحجه تعطيني مليون ديال الدرهم وغدا جاو عندك اشرف جاو عندك اشرف قالوا لك المول كاين ديما كيجيو عندك ناس بعقليه كاين اللي كيجي عندك بعقليه ما باغيش فلوس بغى يعطيك جوج المليون ديال الدرهم 200 مليون وصافي ولكن راه كون اكيد انه في العشيه غيتصل بك الو كتب على داك بوزبال كتب على هذاك طرع على هذاك بدا يسير فيك كلكل موني شكاره يبعدو من الاعلام خصهم يبعدو من الاعلام بزاف انا عنديش مشكل مول شكاره ويكون عقليه اعلاميه وعنده عقليه صحفيه ويخليك تخدم دونك اعلام تي في فيها اشرف المودن لا فيها اشرف ما كاينش شي ممول خارجي من غير الاشهارات والمقاتله اللي كانت قاتله نسولك شنو مصدر الدخل ديال الاعلام تي في الاشهارات اليوم الاشهارات ولي كونفونسيون اللي عندنا كيفاش اشهارات وبزاف ديال الاشهارات وما كنمدش لهم يدي كيفاش اشهارات الا ما اتصلتش بشي واحد وقال لي اشهارات مثلا كندير كونفونسيون مع واحد الوزاره معينه أيه. ايطال برودكسيون انا بعدا باش نقول لك الاعلام تي في والله خير كنصرف عليها من شركه اخرى ديالي اللي هي الانتاج عندها شركة الانتاج واحد الطاقم ديالها بوحدو كنمشيو كنخدموا على لي كونفونسيون في البروديكسيون وفي ديك في اطار ديك الاموال اللي كنستخلصها من البروديكسيون باش نخلص بعض الصحفيين وكناخذ راه كنشوف لي برودكسيون ديالك تبارك الله الحمد لله الحمد لله قليل اللي كي عندنا لي كونفونسيون في البروديكسيون كاين اشياء زوينه وناخذ منها دوك صحفيين كي 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 كنمولهم كنخلص صحفيين غير من الانتاج اما كاعلام تي في المداخيل ديالها قليله جدا مقارنه علاش حيت راه ما يمكنش ما عندنا مازال ما وصلناش للثقافه ديال ان خصنا نعطيك الاشاره حيت ساهل لا انا نعطيك اشاره باش ما تكتبش عليا انا نعطيك اشاره باش تسكت انا نعطيك اشاره هادشي اللي عندنا في المغرب مازال ما وصلناش لديك المساله ديال انه يعطيك اشاره حيت من حقك تاخذ اشاره ولكن الا درتي شي حاجه نزل عليك ونقول الحقيقه عليك اليوم واحد الشركه معينه دايره عندي اشاره ملي كتبت واحد المقال معين نزلات قالت لك لا وحيد داك ولا راه انت عطيني 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 تفرتيته من داكشي اللي عندك ولكن راه كيضر الالاف ديال الناس بالمشاكل ديالك وتلغات هذيك الاتفاقيه معاهم خلصوني بداكشي اللي بقى وداكشي اللي بقى انوليت الكونترا ما انا عندي واحد العقليه فاش كان الرزق اللي غيكون جاي من عندك الله يقطعو فهمتك 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 الرزق والله سبحانه وتعالى والو خا حمار فهمتك الرزق سبحان الله حددو ربي حتى الدومين حتى لو ميليو الدومين والو مازال الاعلام في المغرب خاص تكون ساع الكابا وصباغ وما عرفتش كدير وتتبع بداك زحل كاين اللي غايقول لنا كاين الدعم وكاين هادي وكاين هذا الدعم انا كنستافد من الدعم ديال الدوله باش نقول لك نيشان وي كاين الدعم شنو هو نقول لك نيشان شنو هو واحد المبلغ وقال اللي ما كيتزاوجش 40000 درهم في العام ولا ماشي في العام في واحد كاين اللي كياخذ اكثر وكاين اللي كياخذ اكثر على حسب الامكانيات ديال كل شركه ولكن كتقول او موا زعما هذا راه من كتعاونني شي شويه كاين واحد الدعم دابا غيخرج ما عرفناش الطريقه ديالو كيفاش وداك الشيء ما عرفناش شنو غيكون هو دعم على حسب وزير الاتصال مهدي بن سعيد كيقول بانه دعم كبير بزاف الا كان داك الشيء اللي كيقول حقيقي فهو فعلا راه غيكون استثمار كبير في المجال الاعلامي حيت من العيب والعار حنا مقبلين على كاس العالم وعندنا قناه وحده ديال الرياضيه تيلي ماروك ماشي مغربيه البث ديالها كيكون من اسبانيا شاد اف ام لقات هي البث كيفاش ماشي مغربيه ما البث ما كيكونش من المغرب علاش حيت دفتر التحملات صعيب عليهم انهم يواكبوا غالي زعما غالي او كاين شروط تعجيزيه او كاين شي اشياء مازال ما انفتحناش حنا في المجال الاعلامي في المغرب اننا نقدروا واحد السيد ماسر راه صاحبي راه
كتلقى عنده حانوت صغير ديال قناه فضائيه في يوتيوب كيدير عندهم راديوات بزاف بصح لي راديو اللي شاد القنوات عندهم لي راديو بزاف في المغرب صعيب اوجوردي دير الراديو ديالك ولا تكون عندك الطوبيزات غتشري من تشري فريكونس ترخيص من تشري ترخيص ستاسيون فهمتي صعيب 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 روينه 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 معظم الاشياء اللي عندنا في المغرب كنتفرجوا فيها ولا كنشوفوها هي من متجمع القطب العمومي ما تعمقناش بزاف بحال الحلقه الاولى دزنا بلوزومو على شنو طاري هاد السيمانه وفهاد جوج سيمانات الاخرين ما نقدرش ما ندويش على فلسطين وشنو طاري دابا انا لا بوزيسيون ديال العرب هي اللي ما شوف المواقف ما راضيش بها المواقف العربيه المواقف العربيه كن واقعي بقاش ما نكذبوش على بعضياتنا راه المواقف العربيه راه ميمكنش تكون ثابته ولا تكون انها ذات جراه كبيره وانا نقول لك المغرب ما طبعش ما عمره طبع المغرب اليوم في المغرب خصنا نميزوا ما بين اليهود المغاربه والاسرائيليين حنا عندنا كاملين الموقف اللي ما غيتزحزحش علينا ديال الاسرائيليين ما غنجيش معاهم علاش حيت نعرض دوك الناس ربي سبحانه وتعالى تيقول لك الا ما تبعتيش المله ديالهم راه ما عمرهم غيرضاو عليك ولكن ملي كنهضروا على اليهود المغاربه كنقولوا عليهم مرحبا بهم في بلادهم حيت بلادهم ما نساوش راه كانوا جالسين معاك في المعاره وفي الملاح التطبيع شنو هو التطبيع التطبيع هما بحال دابا مثلا تقول دوله عربيه بحال مثلا الامارات مثلا دارت تطبيع شنو هي داخل في هذا التطبيع طبعات مع طبعات العلاقات ولات كتعترف بداك الكيان ولات مجموعه ديال الاشياء ولات فهمتي ولكن هي كاماراتيين ما عندهم حتى علاقه مع 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 اسرائيل المغرب راه عندك يهود مغاربه ليومنا هذا عايشين معك في مراكش عايشين في الصويره كاينين دابا وكنتي سد عليهم حنا غير رجعنا ديك العلاقات لبلاصتها وما بقاتش دابا لا ماشي ما بقات شوف ما عمرها ما غتبقاش الاسرائيلي انا كنقول خصنا نبقاو نميزوا ما بين الاسرائيلي واليهود المغاربه اليهود المغاربه واخا تقطع العلاقات اش كيديروا كيمشيو لاوروبا واوروبا كيدخلوا لك المغرب حتى ما كاينش خط مباشر مع اسرائيل حيت اليهود المغاربه عندهم عائلاتهم هنا عندهم اراضيهم وهنا خصنا نبقاو نحددوا حيت ملي كيخرج واحد يدافع راه خصو يرد البال انه راه ما كيدافعش على اليهود المغاربه راه كيدافع على ذاك الكيان الصهيوني اليوم اللي جالس كيدمر في الـ في الـ في الـ في الـ ماشي في فلسطين وانما كيدمر في العرب علاش ما يتجمعوش العرب كاملين الرؤساء وديك الشيء معاهم انت عيط لهم يجيو عندك ينزلوا في كازا بورز معاهم اش كنديروا حنا كعرب نندد نندد بشده نتضامن تتخيل الحرب الاوكرانيه الروسيه كي كانت لا مزال اعلاميه لا مزال اش درنا لروسيا وروسيا بعظمتها روسيا ديري بوطونات طفي على المانيا الضو 90% ديال 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 الاستيراد ديال 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 الغاز ديال المانيا كتجيبوه من روسيا وكلشي خرج عينو لا والعرب براسهم العرب براسهم تما خداو موقف وكينددوا وعلاش روسيا الضراب وخدينا مواقف واش العرب كون خداو غير الموقف ديال اللي خداو في اوكرانيا اللي خداو ضد روسيا كون خداو اتجاه فلسطين كنت نحس بهم عندهم شي حاجه وانت راه مخبيين فين بان لك شي موقف ديال تونس اتجاه هادشي هذا خليني من الموقف الجزائري اللي جالسين كيستعرضوا العضلات ديالهم باش يبانوا قدام شعبهم انهم كاينين وكثر قالها حسني مبارك قال لهم الا كنتوا قادرين تحرروا فلسطين انا نعطيكم رمح الرمح اوكرانيا وقفت مع اوروبا بزاف وقفوا مع وقفتي مع انت العرب حتى حنا العرب حنا براسنا وكنبوستيو فيسبوك ونتضامن مع اوكرانيا وحنا العرب حتى حنا ولينا كنهددوا ولات كتقول لك ما كتمشيش ولاو كيقولوا لك شوف ما تاخذش المازوط من عند روسيا والعرب كلهم حتى واحد ما قدر ياخذ المازوط ديالو من عند روسيا ولا المحروقات ديالو من عند روسيا ولينا كنقولوا اليوم كتضرب لك في العرب كتقتل لك الاطفال الصغار الاسرائيل خذوا موقف راسكم شوف السياسه الدوليه عالم خور اليوم اسرائيل روسيا تا دخلات على خط الحرب ديال فلسطين واوكرانيا كتشوف ان امريكان تدير في القاعدات قرابين ليها واخرى كتقول لك انا راه حتى دخلات حرب في امريكان اليوم مع روسيا مثلا راه ما غتقاش امريكان واش كتظن امريكان راه كتبعاد كتخلي ارضها بعيد وكتزيد دير القاعدات عسكريه في بلايص قرابين ما كتظنش ميسر عندها واحد ميسر عندها يد ميسر عندها يد بحالها بحال اي دوله عربيه اخرى فهمتي اليوم انا قلت لك الموقف العربي تجاه القضيه الفلسطينيه اش كيقول لك نتضامن نندد نندد بشدة نريد الهدنة قرار دارته الأردن اليوم اليوم هذا الصباح دارت قرار واعر الأردن أقوى قرار شو واعر شنو هو الأردن تسحب سفيرها من إسرائيل إلى غاية الهدنة شحال قرار كده
غنبقاو نشوفوا فيهم كيتقتلوا كل نهار. ما لا شفناهم زعما شوف دابا راه ما بقيناش كنشوفوا قطعوا الضوء قطعوا الماء قطعوا الويفي. انا كنقول في القضيه الفلسطينيه يا ربي كنزدي كنقول لي ما تاخذنيش على قدر الجهد اللي عندي. درت فيديوهات اللي نقدر ندير نوصل واحد الرساله وكنشوف انا هذيك الرساله غتبقى غير بلاصتها. كنقول على الاقل ندير شي حاجه. ملي كدير شي حاجه كتسحب ليك ديك الساعه ضربوني بثلاثه ولا اربعه ديال تمسحوا لك لي فيديو كنشوفهم. درت كاع السكرينات ديالهم حتى من تيك توك اللي كنت كنقول زعما بلاتفورم بلاتفورم زعما راه هادي واعره وصينيه وما عندها علاقه ومسحات لنا الفيديو ديال حيت سيدي زالغوريتم سيدي زالغوريتم. ما دوز فيديوهات ما دوز صور ديال الاطفال غير انا كنهضر غيقراو لك الارغو ديالك وغادي يحيدوه لك هكا. الالغوريتمات جداد فيهم كي اناليزيو لي كولور الهضره الكلمات لوغو السلاح ديالك انت كعرب باش انا باش قلت هذاك النهار قلت لي حنا راه مازال ضعاف والسلاح ديالك حتى كتضامن تقدر ديرو اصاحبي مع ناس موقع توصل عجيب لينا الله عندنا سلاح وماشي من حقك فهمتي واخا كاين واحد لا ليبرتي ولكن ديك لا ليبرتي بحال المواقع التواصل الاجتماعي نهار غتقطعو الريزو غنعطيك الخلاصه ديال المواقع التواصل الاجتماعي اليوم في المغرب ماشي في المغرب في العالم الديكتاتوريه دايره الماكياج باش تتبان ديمقراطيه من الاصل ديكتاتوريه واحد الديكتاتور متوحش كيدير الماكياج انت كتشوفه ديمقراطي هو في الاصل ديكتاتور ما كايناش شي حاجه سميتها ديمقراطيه ما كايناش ديمقراطيه والو ما كايناش شي حاجه مارك غادير داكشي اللي بغاه هو في الفيسبوك ديالي وانا مع اسرائيل وزدح راسك اش غتقدر دير تويتر اليوم كتستغل الموقف وخدامه هي بها كلشي تجاره عندك صحاب تويتر راه موقف ديال ايلون ماسك زعما راه قوي لا راه تجاره كيستغل الفرصه الاخر عنده ارتباطات مع اسرائيل ومع مجموعه ديال الدول الاخر ما عندوش الارتباط ايلون ماسك واحد الوقيته قال لهم غادي نعطيهم راه هو قال لهم بانني ندير لهم ساتيليت وخاصها تطلبوا فلسطين باش تطلبوا لك انت طلق اللي بغيتي تطلق وميريكان وشي ناس اخرين يهددوه لا ما ديرش وهذيك الهضره ديال التجاريه كلشي كيستغل التجاره ديالك وفي الاخير ما تطلق لا ساتيليت لا تطلق وانت عندك مغاربانيين صاحبي مخبيين في ديورهم بانت لهم هذه واكله وجايبه لي فيو كيخرج يهضر يوميا يقولها ما كايناش بصح بصح وباش غنعاودوا فيك نيوز هذه فيك نيوز انا راه قلت لهم ملي بغاو المغاربه يضامنوا ولا بغاو العرب يضامنوا مع فلسطين قالوا نو نديد بشده امريكا النهار بغات تضامن مع اسرائيل صيفطات لها ديريكتو محامي للطائرات ديريكتو هذا التضامن الحقيقي اليوم الجزائر تبان على القوه ديالها ديال ديك الاسلحه الخرده اللي كتشري وتصيفطها لنا لاسرائيل يلا دعمي ما يوصلوش باش ما غيوصلوش علاش ما يوصلوش ياك انت قوي واعر يلا هز طياره وسير وصلها مالك شنو عندك شنو اللي ينقصك ياك انت قوي وانتم الكابرانات وعندكم جنرالات وعندكم اسلحه في الاخر تشريوا الخرده مع دروسيا الموضوع ديال فلسطين نسال الله المغفره لعدم قدرتنا على فعل شيء ترى ما عندنا فعلا ما نديرو والله يكون مع دوك الناس الله يكون مع دوك الناس وانا فرحان لهما والله الا فرحان بالله على الاقل كنشوف شهداء كيموتوا اليوم هكذاك انا بعض المرات كنشوف فيديوهات الله القسم الا كنبكي سيرتو ديال الدراري صح شي مي كتصدق انا ماشي كنبكي كنتبلوكا كان وشنو باقي سان جينوسيد وشنو باقي اكثر من هيروشيما هادشي اللي وانت اش فيه وانت راه هتلر اصاحبي اباده كان تيشد ليه وتيخشم في الران وما دارش ما وصلتش به الدرجه يضرب مستشفى ميداني وما عرفش مستشفى ميداني حتى شي حاجه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ما قدروش يديروا داكشي علاش حيت انت مدلول واش هذه بدايه والسؤال واش هذه بدايه ديال الحرب بدايه الحرب العالميه الثالثه ما عرفتش تقدر انا ما كنفهمش هذا الشيء ديال الدولي ولكن ما عرفتش شكون اللي غيديرها اصاحبي التوازنات ديال العالم راه معروفه شي اللي روسيا لا ناضت راه غتنوض شكون اللي غتنوض مع روسيا شينوا الصين وها انت هي نوض الصين واش كتستهنوا بامريكان ولا انا بالنسبه لي ديك امريكان راه بكثره ما هي قويه ولينا كنشوفوها ضعيفه وقيله واش تعرف شنو هي امريكان ما خصنا نبقاو نكذبوا على بعضياتنا واش كتعرف راه كنبقاو روسيا والصين واخا شنو مجموعين لا واسمح لي لا راه هذا هو المشكل ديالنا هو انه ملي كيجي واحد الرئيس ديال دوله امريكيه بايدن ولا ترامب ولا كنبقاو نتخيلوا هو ذاك امريكان وكنساو امريكان الشريف راه ميريكان ناس هذه هضره اخرى الهواوي كيتباع في ميريكان شكون اللي فرض العقوبات على هواوي شكون اللي فرض عليه العقوبات ميريكان شكون اللي عمر الصين فرضت عقوبات على شي منتوج امريكي علاش ميريكان هذه بعدا هادشي ما كنشوفوه حنا علاش حيت الاعلام كيغطي على هادشي كنشوفوا دول راه ميريكان دوله عظمى ما تحمقش ليا راسي وتقول لي وعظمى وعظمى بزاف راه تقدر تدخل الحرب مع روسيا اليوم ما بالقاعدات العسكريه اللي عندها قرابين للروسيا نيت وتحيد لك ميريكان ما يوصلها حتى حاجه ما توصلها واش تعرف شنو هي ميريكان
راه انا كنقول لك راه الموضوع الامريكي عند العالم العربي وعند العالم كامل كيختصر في موضوع ديال بايدن وترامب اليوم الصين وروسيا. ديري موقف على الامريكان في هادشي اللي كدير ضد مع اسرائيل. داروا موقف ان الرئيس الاسرائيلي من بدايه التاسيس ديالو اول دوله خصو يزورها هي اسرائيل. ما عندكش حتى المعلومه وقيله اول بلد تيزور الرئيس الامريكي من بعد الولاده هي اسرائيل. غير هكاك ما جاش شي واحد يبدل هذا العرف يهبط مثلا لكندا يمشي ل بصح لان تعرف بان المساله اكبر بكثير اننا نبقاو نفكروا فيها تجاه افلام ديال الاكشن والافلام ديال الامريكان. راه عندها مصلحه تخدم بهذه الطريقه هذه ديالك انت ديال انك تفكر راه ما واصلاش لديك القوه. لا الشريف واصله القوه اللي قدرت انت من تقدر توصل جزء منها تحماق تقول مو ميمكنش هذه البلاد هذه راه واصله ليه اليوم الامريكان كتمنع على الصين كدوله ومنوع عليها اليوم هذا دير الفايجي في التليفونات. قانون الصحافه والنشر واضح بحال دابا حنا مثلا كصحفي مهني ما عنديش المتابعه ما عنديش العقوبه السلبيه للحريه وكان عنديش حاجه قوى وما كنهضرش على كل شيء مثلا ارتكبت جريمه قتل تهضر ما كيف في الموضوع في اطار قانون الصحافه والنشر في اطار ما يمكن نشره. اليوم في الموضوع الجنائي راه اكثر ديال المواضيع الجنائيه اللي ولاو كيفكوها مثلا الفرقه الجنائيه في الولايات الامنيه والمناطق الامنيه راه معظمها على مواقع التواصل الاجتماعي. راه مابقاش داك الاجرام الكثير داك النصب والاحتيال كواحد المواطن كيمشي يديكلاري بشي واحد تينصب لا راه ولا النصب والاحتيال على مواقع التواصل الاجتماعي الابتزاز ولا في مواقع التواصل الاجتماعي التهديد بالقتل والتهديد بالضرب والتهديد ولا في مواقع التواصل الاجتماعي. واحد الظاهره جديده ولات عندنا حنا اليوم عند المستوى الامني ملي كتمشي عاوتاني عند الفرق الجنائيه في في في, في الولايات الامنيه ولا في المناطق الامنيه كتسولهم كيقول لك شوف اخي 90% ديال المواضيع اللي كنطريطيو في اليوم كلها جايه من المواضيع ديال مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم باش ناثروا هذا الشيء هذا خصو فعلا يتاثر ملي كنقولوا لا ما تهضرش راه ما تنقولش لا ما تهضرش كاع عرفت تهضر ولا كنتي غتمارس مثلا شي اتهامات معينه ولا كذا خطيره ولا كذا راه حد غدا نقول المغاربه وشوفوا المغاربه حتى ما يخرج غدا راه بدا تلقوا القرطاس عليكم. وهذه معلومه بنادم ولا غير بارطاجي ودوز لي مرور الكرام تخلق لي الرعب. هذا الشيء اللي قلت دابا راه يقدر يعرضني لواحد العقوبه اللي تقدر توصل حتى ل 20 عام. موضوع ديما ديال التعليم كارثه. الاستاذ تيقول لك انا بغيت وبغيت وبغيت الوزاره كتقول لك انا ما كاينش لي الولية دراعي شكون اللي الوسط التلميذ دخل من عطله قرا نهار ويخرج عطله. كاين مشكل كبير ديال الاساتذه كارثي تخرج دابا تهضر على الوزاره تقول لك تمشي تصنت الوزاره يقول لك الاساتذه انت وانت وفعل وتارك تخرج تهضر مع 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 مع, مع الاساتذه وتعطيهم حقهم هذوك الوزاره لا الشريف انت ما تفكرش اش كاين شو كاين شكون اللي ضايع حيت انا اللي خرجت نهضر تلميذ بجوج تلميذ واللي ضايع اللي جينا نشوف واحد سيناهم تعاقد ومشى شاد 7 مليون وحط رجل فوق رجل هما باغيين حقهم ومن حقهم حتى نقول لك انا القيمه ديال الاستاذ اليوم الا رجعت انا وياك ابو بكر ل 99 اش غنلقاو؟ غنلقاو الاستاذ من دايز ماشي شارع فيه ثلاثه الابناك وغادي يفتحكم هذوك ثلاثه الابناك الموظفين ديالهم كاملين يخرجوا يشدوه استاذ داخل محترم اليوم الاستاذ شكون اللي باغيه؟ شكون اللي كيديه فيه؟ باقي استاذ واليوم الاستاذ ولا بحال لا غير في البخيفي استاذ دابا ولات مهنه استاذ ولات ما كايناش في البريفي ولا مدلول ولا خصو هو يحترم التلميذ والتلميذ لا ما احترموش موفو المهم انت مجبر انك تحترم التلميذ بالعقليه اللي بغا هو التلميذ. شنو هو السبب الاول اللي خرجوا عليه في الرباط؟ شوف صحت لك ديك المره ها العقل ها الخريطه المغرب ها العقل والقلب نعاود نقولها لك ها العقل والقلب ها العقل ها هو التعليم والقلب ها هو الصحه. تركز معايا غير هنا هو عندك هنايا الفوسفات عندك مثلا الغاز عندك الذهب في هذه الخريطه هذه ولكن هذا القلب هذا اللي هو الصحه ما كاينش وهذا العقل ما كاينش وهذا راه هي هذا عنده قلب هنا وعنده عقل هنا الا فقد هذا العقل راه غيولي احمق عطيه 20 مليار في يده ما غيدير بها والو الا سكت ليه القلب غيموت والا سكت لك هنا الصحه في هذه الخريطه سكتت لك الصحه راه البلاد ميته راه خا دير اللي درتي والا سكت لك العقل عاوتاني راه البلاد حمقى واخا تكون دير اللي درتي التعليم اليوم في المغرب البلاد حمقى به. معظم الناس اللي كيشرعوا القوانين في البرلمان ابو بكر اليوم عندهم استثمارات في المجال التعليم كيستثمروا في مجال التعليم الخصوصي من غير يشرع لك القوانين غيشرعوا بالمقاس ديال جيبو. اليوم المؤسسه العموميه انا ما عنديش وما نقدرش نقرب ناتي في المؤسسه العموميه حيت عندنا موقف منها ما عندنا موقف. ها هو انا خشيت باش تقرا في مؤسسه عموميه عيطات لي الوالده ديك النهار دخلات هي من العطله لحد اثنين صبحات قاريه ثلاث خدات عطله هي جالسه دابا علاش اضرب
دخل في حيثيه الاضراب انت اساتذه عندهم مطالب ديالهم ومن حقهم حيت كيتجرجروا هذه سنين وما كيجرجروهم صبروا معنا هذا الشهر صبروا معنا النقابات الاكثر تمثيليه مربع يديها وعمر الله اش كدير في ديك الاجتماعات دابا شوف لا حتى واحد القرار خرجوا بن موسى اليوم ما عنده حتى معنى بحال كتزيد تشخوي الماء العافيه كتقول الاستاذ ما تقاش تستافد من العطل ديالك اولي عند كونجي قانوني ديالك في الصيف ما عندكش حق تخرج الصيف بحالك بحال التلميذ كما كانت لا واليوم الاستاذ كيهز معاه كتوبه كيهز معاه كتوبه قد هكذا وكيمشي للدار يخدم حنا راه واخدين الموقف ديال الاستاذ كيسالي مع الاستاذ العشيه والتلميذ تيسالي مع التلميذ لا كيدي الكتوبه كيصحح واحد لو ستريس ما كاينش اليوم المدير ديال المؤسسه العلاقه المدير والاستاذ راه علاقه شنو هي علاقه اداريه ممنوع منع كليه الملك الشخصي ديال القسم شكون هو الملك الوحيد ديال القسم هو الاستاذ ممنوع شي واحد يدخل عنده القسم راه الاباء انا ولدي كنقري في مؤسسه عموميه ملي كندخلوا القسم ما عنديش حق نتبعوا القسم صح. ما عنديش حق نتبع ولدي ياك ولدي وما عنديش حق نعتب في القسم صح حيت المسؤول الاول والاخير هو الاستاذ اليوم كتعطي الصلاحيات لواحد المدير نقدر ندخل معاهم في شناءات لي شوف المدير ولي يعطي شوف الحكومه اليوم خصها تفكر في المعلم وفي الامني وفي الصحي تنقول والله في كل قانون ماليه كنشوف بعدا على مستوى المديريه العامه للامن الوطني وعلى مستوى الصحه وعلى مستوى التعليم في كل مره كنتسنى رفع من ديك الميزانيه كنقول راه غير رفعوا الميزانيه ديال الداخليه واش حتى البوليس يترقى شي شويه يزيدوه في الصالير كذا راه ما يمكنش راه الضغوطات اللي كيعيشوا ربي اللي عالم بينا وكتجي تشوف كتلقى المغرب 120 الف بوليسي وعاوتاني هما الناس اللي مسؤولين في الامن اش كيقول لك يقول لك انا اللي كنت غادي نرفع الميزانيه ونبقى ب 120 الف بلاص ما نزيد البوليس غادي نزيد في الفيكتيف مثلا مناصب ماليه تيبقى محصور وندير استقلالي انا بعدا كون كان عندي قرار كيف استقلاليه كاينه عندنا في الصحه وعندنا في التعليم مثلا نديرها في الامن الوطني ندير له ميزانيه خاصه بهم ونزيدو علاش حيت نحتاجوهم اليوم راه عندك 120 الف بوليسي في المغرب وتيراني واحد في كازا كيجيب لك 100 الف البشر كونترولي انت ولا غيزيد يكبر دابا وكونترولي انت بصح نوفر ليه المسكن ديالو هذا السكن الاقتصادي وهذه اعاده الايواء نديرو سكن ليهم هما ويكون لائق ما نصيفطهمش الابناك زيد تمص ليهم دمهم باش نخلي ليه واحد المورال فين يخدم باش نحيدوه من ديك مساله كيشد رشوه لا الدراكي ولا الدراكي بعدا راه عندهم فين يسكنوا كترقيه باش الا شديتيه تعذبو ويقول لك اه من حقك عندي امكانيات فين نخدم هذه الطريقه من وهذا شكون اللي تيديرو شكون اللي خصو يديرو المديريه العامه ولا اللي تيشرع الميزانيه يعطي الفلوس يحرك الفلوس للصحه ويحرك الفلوس شويه في التعليم ويحرك الفلوس يعطي الاولويه يعطي الاولويه اليوم راه جايب الجيل الاخضر عندي واحد الكتاب كنقرا فيه هذه الايام ينساليه وغنخرج لي بواحد الفيديو اللي غتحمار اليوم الجيل الاخضر واحد المخطط جايبينو من بعد المخطط الاخضر فين يبالك المخطط الاخضر في الدعم كيفاش الجيل الاخضر ما سميتو المخطط لا المخطط ولا سميتو الجيل سالا هذاك البرنامج دابا جابوا برنامج جديد ميزانيه جديده بالملايير جديده بالاطنان ديال الفلوس جديده غدعم ليا واحد الفلاحه جداد هذاك الدعم عاوتاني انا كنقول ان الجيل الاخضر جا باش يصلح ما افسده المخطط الاخضر وغنساليو الجيل الاخضر وغنجيبو شي مخطط باش يصلح لينا الجيل الاخضر حنا غادي الدعم ديال اصحاب الفواكه الحمراء خيال غيعطيو الفلاح الفواكه الحمراء كياكلوها المغاربه لا فوكا الدعم ديال حتى هو غيوليو يتدعموا مثلا مي غدعم ليا تلا فوكا وما غياثرش على لا فوكا حمراء من عقلت راسي اللي باقي صغير كنلقى ثمنها هو ثمنها 70 80 درهم الكيلو مزيان الا كان ولا كلشي يمكن له ياخذ دابا لا فوكا واش تاخذ لافوكا راه غتصدر وانت لا تبعت في المغرب غتبيع لك بالثمن اللي مولف تبيعها لك به هادشي التصدير البطاطا شحال واصله دابا 15 درهم 12 درهم في السوق فين هي ديال الغرب نورمالمون دوك خاصها تدخلني ديال الغرب فين هي ما كايناش علاش حيت تحيدات بطاطا وتزرعات لافوكا غتاكل انت لافوكا اليوم انا الوالده البارح قالت لي انا نخضر بالتفاح وما نديرش لكم البطاطا فريغو دايره 12 درهم وسير حتى شهر واحد ولا شوف وقتاش عاد تدخل لك البطاطا الواجده سي فغي بصح كاينه ديال الفريغو اليوم هاد الوقيته ديال الغرب سيدي علال التازي سيدي قاسم سيدي سليمان هذوك المناطق كتعطيك البطاطا كتعطيك شويه ديال الكشيفاء كتهرس لك شويه ديال الريج اليوم ما كايناش عندك تحيدات ولا قطارات ديال الافوكا بلاصه البطاطا البطاطا شحال دايره 12 درهم 13 درهم الكيلو غالي حالتها ديال الفريغو ياك وعاد قال لك راه من هنا متصدر وتخيل معايا كون ما منعشاش متصدر ما ياكلوش المغاربه السيمانه الجايه حتى راه غادا والفريغو كيتسالى ولافوكا ما بقاش وقته هي والزرع انت كتجيبو نهار طرات الحرب الاوكرانيه الروسيه راك غتحماق مشكل ديال الزرع ودعم لي الاشياء ديال الزرع على اللواسه ادي
خصنا شي ايبيطو شي حلقه واحده اخرى. ما كرهش نبقى ونزيدوا غادي مرحبا، ولكن الوقت ما كيسمحش. شكرا بعدا بحجيتي من الرباط، شكرا بزاف اشرف. الصاره اللي خصو يعرف ان ابو بكر خويا صاحبي ربي يحفظك بعيد على كل بعد، وي كنتجنب ندوز في حوارات، وي كنقول كنجي عند بوب مع بحال جاي جالس في ديما كيقول لي بوب راه انت الوحيد اللي بيلا تشاو البلاد بيلا تشاو صافي.